أسعد الله مساءكم أيها المشاهدين الأعزاء بكل خير ومحبة. اليوم ارتأى برنامج حكي شباب وفريقه الكامل بأن نتشارك إعلاميا مع وزارة العمل في حملة تنظم الأعمال الوافدة في الأردن، وهذا يعود علينا بالفائدة من خلال تقليل نسب البطالة وتوظيف أبناء الوطن الأردني. واستضفنا من خلال ذلك عطوفة المهندس أيمن الخوالدة، مدير مديرية التفتيش في وزارة العمل. أسعد الله مساءك. الله مسيك بالخير أخي إبراهيم. حياك الله. لكن قبل أن أبدأ، حقيقة معلومة اليوم استفزتني بعض الشيء، لأن وزارة السفارة الأردنية في أوكرانيا لا تقوم بعملها على أكمل وجه، أو الملحق الثقافي في أوكرانيا لا يقوم بعمله على أكمل وجه، لأنه اليوم أتتني اتصالات من الطلبة الأردنيين في دينسك بما يقارب 4000 طالب أردني لا يتجاوب معهم الملحق الثقافي في كييف. يعني الطالب الأردني تغرب ودشر أهله وراح يقرأ غاد 7 سنين حتى يعود على الوطن بالفائدة، أنت هناك يا الملحق الثقافي إيش بتعمل؟ وزارة الخارجية أنت شو دورك؟ وزارة الخارجية كله برستيج وقاعدين نصرف، وبقول لك الميزانية قاعد ترتفع، غصب عنها بقى ترتفع. المواطن الأردني قاعد برا الأردن بنهان وداخل الأردن بينهان. 4000 طالب لا يتم التجاوب معهم نهائيا. رسالة إلى وزارة الخارجية، يجب أن يتم هنالك عمل جاد ومثابر لتحسين أوضاع الطلبة الأردنيين في أوكرانيا وبالأخص في دينسك، لأن الملحق الثقافي في كييف لا يتجاوب معهم نهائيا، ولا يوجد تشاركية بين الملحق الثقافي في كييف والسفارة الأردنية في موسكو. يعني يجب أن نتعاطى مع هذا الأمر بشكل جيد. نعود إلى موضوع حلقتنا عن العمل وعن الأعمال الوافدة وكيفية تنظيم هذا القطاع الواسع والذي أدى بنا إلى أن تكون نسب البطالة في الأردن مرتفعة بعض الشيء. عطوفتك حدثنا عن قرار وزارة وزارة العمل الذي ينبغي تطبيقه في 11/11 من الشهر الحالي، وكم عدد العمال التي عدد العمال المتوقع تسفيرهم إلى المملكة إلى دولهم. في الحقيقة كان العمل الروتيني في وزارة العمل هو أن يتم ملاحقة العمالة الوافدة والتفتيش عليها وضبطها، وبالتالي يعني توزيعها على المراكز الأمنية والمرور بعدة إجراءات خروجا بقرار التسفير، وبعد ذلك تتم عدة إجراءات تشاركنا فيها الجهات الأمنية تتعلق في عملية تنفيذ قرارات التسفير، وهذا كان يتطلب جهدا كبيرا من كوادرنا ومن كوادر إخواننا في الجهات الأمنية. ولكن أعداد العمالة الوافدة المخالفة الموجودة في الأردن في خلال السنتين الأخيرتين تفاقم بشكل كبير، وأصبحت الأجهزة أو الكوادر الموجودة، كوادر التفتيش والكوادر من الجهات المعنية المساندة لنا في هذا الموضوع، لا تكفي لعملية يعني الحد من هذا التفاقم. فكان لابد أن يكون هنالك يعني التفكير بنوع جديد من الإجراءات بحيث يكون يعني أنجع من خلال هذه الفترة. ففكرنا باتخاذ إجراءات، وكان من ضمنها هي إصدار قرار بتسفير جميع العمال الوافدين الذين دخلوا البلاد بقصد العمل ولا زالوا داخل البلاد ولم يقوموا بتجديد تصاريح عملهم اعتبارا من تاريخ 11/11. نعم. هذا هو القرار التي صدر من وزارة العمل، أنه في 11/11 ستكون هنالك حملة قاسية جدا إلى ضبط العمال الوافدة المتواجدة بالأردن. هي الحملة أخي إبراهيم مستمرة منذ بداية العام لهذه اللحظة حتى يعني، لكن سيكون التكثيف والعمل المثابر في من 11/11. سيكون القرار سوف يصدر وسوف تصدر يعني قوائم، القائمة الأولى ستصدر في 11/11. نعم. تتضمن حوالي 90,000 عامل وافد لعملية تسفيرهم، وبعدها بشهر سيتم أيضا وجبة أخرى، والمرحلة الثالثة ستكون في الشهر الثالث من يعني بعد 11/11، ونتوقع أن تطال هذه أن تطال هذا القرار تسفير ما يقارب 225,000 عامل وافد مخالف. نعم. عطوفتك حملات تفتيش لوزارة العمل متى بدأت وعن ماذا أسفرت، وكيف يمكننا التعامل مع اللاجئين السوريين؟ وبعد إذنك أرجو منك أن تعطينا أرقام، يعني كيف احنا من نضبط العمالة السورية وقد غزتنا هذه العمالة بشكل غير متوقع؟ نعم سيدي، الحملات التفتيش على العمالة الوافدة هي جزء من عمل الوزارة. نعم.
وكانت تشكل يعني ما لا يزيد عن 10% من موضوع عمل الوزارة، حيث أو من أعمال التفتيش حتى، لأن أعمال التفتيش في هنالك حقوق للعمال الأردنية، هنالك واجب توعوي، هنالك واجب تثقيفي، هنالك واجب رقابي على المؤسسات في السلامة والصحة المهنية، في عمل الأطفال، في حقوق الإنسان. وكان موضوع الأعمال الأطفال جزء بسيط من عمل الوزارة خلال السنوات السابقة، نعم. بسبب أنه كان هنالك سيطرة على سوق العمل فيما يتعلق بموضوع الأعمال الوافدة. بسبب الأزمة التي حدثت السياسية في المنطقة المحيطة، الأردن بلد مستضيف لجميع اللاجئين من جميع إخواننا أو أشقائنا في الدول المجاورة، هذا أدى إلى وجود هذه الأعداد، فبالتالي زدنا إحنا من كوادر الحملة الأمنية. وفي الحقيقة يعني أصبح 90% من عمل جهاز التفتيش الآن في وزارة العمل هو فقط لمتابعة العمالة الوافدة واتخاذ إجراءات رادعة بحق العمال أنفسهم وبحق أصحاب العمل المخالفين. وكذلك أيضا يعني خلال هذه السنة يعني كان هنالك قرار أيضا جريء لمعالي وزير العمل، وهو لأول مرة يطبق، هو أن يتم إغلاق مؤسسات بسبب يعني تعنتها في عملية الاستمرار في تعيين عمالة أو يعني استخدام عمالة وافدة مخالفة، فبالتالي تم إغلاق ولأول مرة في الأردن يتم يعني تشغيل هذا النص من القانون. تم إغلاق حوالي 700 مؤسسة أصرت على أن تخالف أحكام القانون ولم تتعاطى وأصرت مع أن وزارة العمل نعم بشكل وتشغل مضبوط. عمالة وافدة مخالفة. نعم. عطوفتك، هل يكفي عدد المفتشين بوزارة؟ وما بدائل وزارة العمل لتنظيم قطاع العمل؟ هل إنه المفتشين المتواجدين هلا بوزارة العمل بيكفي إنه يضبط العمل الوافد بالأردن وهذه العمالة المتسعة جدا من شمالها، من شمال الأردن إلى جنوبه؟ في الحقيقة بدنا نبلش من السؤال شوي، بنرجع نعم. لورا اللي هو موضوع عدد المؤسسات المستهدفة للتفتيش بشكل عام. في الأردن عندنا نعم. 166 ألف مؤسسة يجب أن يتم التفتيش عليهم من خلال كوادر تفتيش العمل. نعم. اثنين، عدد مفتشين العمل الموجودين عندهم 89 مفتش عامل، يعني المفتشين الذين يخرجون في عملية التفتيش الفعلي هم 89 مفتش. نعم. يتم التفتيش على أحكام قانون العمل وعددها 143 مادة، وتصدر من خلال هذه المواد العديد من الأنظمة والتعليمات والقرارات. معدل يعني معدل البنود التي يفتش عليها قانون العمل حوالي 50 مليون بند، فبالتالي خلال السنة، فبالتالي مع عدد المؤسسات الموجود 166 ألف، فلو قسمناها على عدد أيام السنة الفعلية 250 يوم على عدد المفتشين لأصبح نصاب المفتش اليومي حوالي 50 مؤسسة، وهذا مستحيل أن يعني يتم التفتيش عليه، لا كفاية في الوقت ولا قدرة من المفتش نفسه. فبالتالي يعني الموضوع أكبر من قدرات وزارة العمل وأكبر من قدرات أي جهة أخرى، لأنه يعني ليس فقط عملية زيارة المؤسسة هي أن تزور المؤسسة، ولكن ممكن أن تزور مؤسسة ولا تستكمل العمل فيها لمدة أيام، نعم. مثل ضبط العمالة، زيارات متابعة، تأكد من تصويب أوضاعها. فبالتالي يعني بصراحة الموضوع أكبر من حجم جهاز التفتيش الموجود في وزارة العمل. طيب، ما هي الخطة لتتفادوا مثل هذا العمل؟ هل سيكون هنالك توظيف إلى مفتشين في وزارة العمل، أم هناك خطط أنتم وضعتوها لتفادي هذه المشكلة؟ في الحقيقة وزير العمل كان تشجع كثير لعملية تعيين مفتشين جدد، وحاول أن يعين مفتشين جدد، وتم يعني الموافقة على تعيين بعض الكوادر، حوالي 25 مفتش على كادر ديوان الخدمة المدنية، وكذلك تم استقطاب 35 مفتش من مجلس النواب، وهم الآن قيد التدريب، وهنالك مشروع لتعيين 100 مفتش جدد أيضا إن شاء الله خلال بداية العام القادم. وكذلك يعني نهج وزير العمل إلى انتهاج نوع جديد من التفتيش، بحيث أن حول بعض الموظفين في الوزارة الذين تنطبق عليهم الشروط للقيام بمهام التفتيش، والآن هم تحت التدريب وعددهم حوالي يعني 77 مفتش. 77 بالإضافة إلى 89 مفتش. 89 وفي عندنا كمان 35 وفي عندنا 100، فإن شاء الله يتوقع العدد يكون عندنا حوالي 300 مفتش يعني خلال هذا الرقم يغطي؟ هذا الرقم سيساعدنا كثيرا صراحة في عملية ضبط سوق العمل، لأنه أيضا إحنا يعني كان لنا نهج آخر في عملية توزيع العمل. في جزء من تفتيش العمل كان يطل
يمكن أن يقوم به بعض الموظفين الذين هم ليسوا بمفتشين، فبالتالي تم يعني تخصيص بعض الأعمال لبعض الموظفين زي عملية التفتيش على المؤسسات لغاية استخدام عمالة وافدة أو نعم استخدامها، فتم إناطة هذا الموضوع بموظفين الاستخدام ودون الرجوع إلى مفتشي العمل، وهذا أدى إلى أن يكون هناك نوع من الارتياح عند مفتشي العمل بحيث نستطيع أن نفرغهم إلى أعمال أخرى. ولكن موضوع اللاجئين السوريين بصراحة نحن نقدر عدد اللاجئين السوريين الذين تحولوا من لاجئين إلى عمال نعم بحوالي 160 ألف عامل مخالف. طبعا هؤلاء في البداية يعني عدد العمال الأردنيين كان حوالي 1 مليون عامل أردني، في عنا 200 وحوالي 67 ألف عامل وافد بتسريع عمل، وفي عنا 160 ألف عامل سوري بدون تسريع عمل، وفي عنا 250 ألف عامل وافد موجودين داخل البلد بشكل عام ما معهم يعني تسريع عمل، 2 مليون عامل وافد و166 ألف مؤسسة و143 بند، وبالتالي الرقم حقيقة كبير حقيقة هذه أرقام هائلة يعني. أنا الله يعطيكم العافية على هذا المجهود وبالتالي اللي بتقوموا فيه حقيقة يعني. يعني احنا نعول على مواطننا، لأنه يعني بصراحة المخالف هو مواطننا وليس العامل. يعني احنا العامل لو لم يجد عمل عند صاحب نعم عمل أردني لم نعم يخالف. أوكي نعم هنالك بعض المستثمرين السوريين ولكن أعدادهم قليلة ومحدودة وسهل السيطرة عليهم من قبل يعني كادر مديرية واحدة، ولكن نعم يعني احنا نحاول نوعي أصحاب العمل الأردنيين إلى أهمية عدم تشغيل عمالة وافدة مخالفة. وبالنسبة للنظرة للناحية الإنسانية، في حقيقة الأمر أن جميع إخواننا الوافدين اللاجئين السوريين هنالك منظمات إنسانية تعنى بشؤونهم بشكل جيد، نعم ويعني ويتم العناية به.